مرحبا، كيفكم؟ جاكم اليوم بفيديو جديد من سلسلة ماينكرافت. اليوم نحن اللي تابع الفيديو الماضي حيلاقي انه انا عملت وورد مخصص بالماينكرافت كرمال العب فيه معكم، وهيدا الوورد امبارح انا سجلت عليه فيديو. جمعت استاكان حطب وحبتين، حنقسم هلا استاكان، حنحط حبة هون وحبة هون. اوكي، حنحاول نبني بيت. وين نحن هلا؟ بس تذكر open the spawning area. اوكي، حنروح لهونيك هلا وحنبلش الشغل. طبعا اللي عنده ماينكرافت وعايش بلبنان بالاخصية طريق جديدة ارض جلول بيقدر يجي ونلعب انا وياه عادي. اوكي، هون نقطة. طيب ابني هون شوني. طبعا هون ديرت، شو كاول ديرت ديرت. طيب من عندهم نشيل من عندهم يلو. ايوة ديرت. نسكر هون ونوصل لهون، نعمل حبة اللي هيك. ايوه 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 هيك زبطت. هلا حناخد هيدا وهيدا للبناء. بس لحظة، حطها ايوه هون حبة هون حبة. هلا هول اللي تحت حيكون للبناء ماشي، واللي فوق حيكونوا في حال مثلا البنا طلع ناقص بنزيد عليهم. بس انا عامل حسابي بس بهول. اوكي، خلينا بس نعملهم بلانكس. هي خلصنا اول وحدة، حط التانية. اوكي، هنرتب بس الانفنتوري، حطها هون. انتو حطكن هون 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 هون. ايوه كل شي تمام. حتجيب هيدا هون ماشي. هلا حنبلش بنا، حتكون 9 بلوكات ب8 بلوكات. شوفوا كيف حبلش بعتيد من هون. 1 2 3 4 5 6 7 8. خليني لكم كمان اصدقائي بس لازم. اوكي، وانا كمان قلت لكم انه بدي اعمل سلسله. اوكي، سلسله جديده بس نوصل 100 سبسكرايبر. حد حيكون كل 100 سبسكرايبر في حلقه تسالوني فيها. اوكي، و حنزلكم هيدا سلسلة جديدة ان شاء الله عن 100 سبسكرايبر غير تسألني. اوكي، هلا خلينا نخلص نحن البيت بس عشان نضل نعمل البيت هون. انا وعن قريب كمان هاي السلسلة الجديدة رح اعطيكم بس تلميحات عنها، حتكون اكشن، حتكون كتير كتير حلوة ان شاء الله. ومش مثل ماينكرافت يعني هيك فيها بلدينج وما بلدينج، لا حتكون مرتبة، جيم مرتب يعني. حاضر بقى، حطيت هون هون. طبعا هلا اللي شايفين انه هيدا بيت طبيعي، طبعا اذا بدكم بالورد الاصلي انا عامل بيت طبيعي حوله لهرم، هرم من الورق من الشجر، ورق الشجر الورق من الشجر من ورق الشجر، وحاطط فيه زينة. وهذا كمان بإذن الله ححاول ايش قد ما في اشتغل عليه ليصير كتير كتير منيح وكبير كمان. ما حنضل بهيدا البيت اكيد، حنرجع نغير. اوكي، هلا حنعلى اعلى من هيدا ببلوكين، يعني 1 2
ثلاث أربع خمس. لا شك كرمال في حال أعمل طابق تاني، أنا دايما بعمل حسابي بطابق تاني. اوكي بس بط ابني على الآن نجي نحط لهم طبقة طبقة. أيوه دي تمام تمام شكلي حعمل السقف من الخشب هيداك، بركي بيطلع احلى البيت صح. اكتبوا لي ارائكم بالكومنتات وخلونا نخلص. وصلنا شو بكره هيك انا بستطول بشغله، بحب دغري تخلص. إذا بدكم كمان بنقدر نعمل فيديو تعريفي حسب طلباتكم أكيد، وحيكون الفيديو التعريفي حلو بعتيد، حيكون حلو حتتعرف علي أكتر، تعرفوا شو بحب شو ما بحب. أوكي 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 تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك تيك توك توك تيك تيك توك توك تيك تيك توك. حلوة هلا نحطهم هون. لا 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 شيل 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 هون اللي حنعمله. نزلنا نحن صح هون عنا الكرافتنج تيبل. فكر اذا هون حط البيض هون التشيست، هون حط الكرافتنج تيبل هون. اوكي هلا حنبلش نشتغل يلي هو حاطين نو حنصنع تشست. قبل التشست الله قبل البطيخ بدنا بوب حلو وبدنا ستيكس. حلو حلو الحكي. حنعمل كمان معلش شوي شوف نعمل لا دل ما فينا غير واحد. فلا هنعمل chest هنعمل sticks اللي بقيوا عنا. والله هنعمل هيك تكتر في الايرون. ها 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 يا تك 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 شيلها خليها معنا هنعليها. ها هنقصها اوكي هنتهوها هون هنخلي هون معنا بس كرمال للسقف. ماشي نطلعها هم انا غير الاغراض اللي بعتها صح. هنجيب الباب شغل الله ماشي فين هي عطيناها. هلا نشتغل على السقف بدنا نشتغل على السقف بدنا نطلع لفوق. هجيب الدرت وين وين هون هلا بدي بشيله طبعا. تجي نكتي لكم لا ما عندي هيك بس حاملها هيك ما عندي خيار تاني. ما حلوة هيك بس يلا بسيطة. ان شاء الله يأدي بيأدي اولكم. لا بيأدي بيأدي ترا ترا. اوكي هلا اللي حعمله انه شوف شوف حعمل فتحة من 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 حعمل فتحة هون. شوف شوف
ايوه الفتحة انزل هيك واحدة هاي اللي انا عملتها، حط عليها لادر بيطلع لفوق، من فوق طابق جديد. اوكي من هون مشان الزينة زين فيها اللي هي هيك. اوكي طبعا عن قريب كمان حبلش صور لكم حلقات مع حسن اكتر شي بصور. طيب هنفرقان ايوه تستكتان والباقي الضبضب. يلا فوت عليها 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 هكذا يلا با اطلعي انت لو حلي نعمل بس بيتشز لنضوي البيت تفهمتي يعني بطلع من التورتشز بيت بنت نضوي بيت شو تكون فيهم بيت. اذا بدي هون بحط مقاعد هون مقعد مثلا هون مقعد واعمل كنبايات. شو رايكم نعمل هلا الكنبايات؟ خلاص نعمل الكنبايات بس كرمال تكملة الفيديو. اوكي هاي الكنبايات توك 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 يلا معلش هنطلع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة نطلع واحد اربعة خمسة ستة هنا هاي حنكمل فيها على شكل واحد يكون عنده كنبايات. اوكي خش فيها حطها احطها هون بس بعمل شي بطلع هيك وي عشان خفيف صوت. اوكي بس هات بس اكشف المنطقة اذا في شي قريب من كريبر هون يكون يدولفين ازفن اللي جاي شوفي قريب شوفي قريب انا فايت على البيت والله اسم الله فايت على البيت. تمام شو شكله فال شكله بس شافني خاف انا خايف طيب هلا لهون نكون وصلنا لاخر الحلقة. شكرا كتير على الدعم يلي وصلني من عالم يلي هن امي طبعا وواحد صراحة ما بعرفه بس بشكر كتير 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 وجدا بشكره على الدعم. يسلموا كتير الك صديقي وان شاء الله منلتقي اذا انت كنت بلبنان. باي باي.